لتكن كلماتنا كلمات المحبة، لتكن كلماتنا كلمات الخير، لتكن كلماتنا كلمات العدل وكلمات الحق، لأن الكلمة هي التي سوف تجعلنا نقف غدا بين يدي الله لنقدم حساب أعمالنا. وهذا هو خط أئمتنا عليهم السلام، الخط الذي يجمع ولا يفرق، الذي يحبب ولا يبغض، والذي يوحد ولا يمزق. لذلك انظروا إلى كل من يريد أن يثير الفتنة فيكم بما يحرف من الكلام، أو بما يكذب فيه، أو بما يجعله مليئاً بالحقد، لا تستمعوا إليهم، لأن المسألة هي أن الله يريدنا أن نعتصم بحبل الله جميعاً وأن لا نتفرق، ويريدنا الله أن نعرف أن المؤمنين إخوة، وأن علينا أن نصلح بين أخوينا.